هو هذه النقطة أو المادة تحديدا قد تحقق أو تحدد التوازن بين بغداد والإقليم، وهو يعد خيار توافقي، وهذا الأمر لا يختلف عليه أحد بكل تأكيد. لكن لماذا لم نصل إلى نتيجة حقيقية؟ وهل تتواجد الإرادة بالفعل لتحقيق هذا أو الوصول إلى الخيار التوافقي ما بين المركز والإقليم حول المادة 140؟ نعم، في البداية تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام، وأخص تحية خاصة للأستاذ إسماعيل الكريم المعروف، الشخصية المحبوبة والمحترمة في كركوك. فيما يتعلق بطرح الأستاذ أرشد صالحي، أنا أختلف معه. المادة حية، المادة موجودة، لم تفشل، ولكن لا توجد إرادة حقيقية لتفعيل متطلبات المادة. يعني حتى المادة تكون فعلية لازم نذهب إلى خيار التعداد السكاني. التعداد السكاني مو بس في محافظة كركوك، يجب أن يكون في كل أنحاء العراق، ولحد الآن هذا الخلل في بغداد وليس بين أطراف كركوك المتنازعة، يعني الأطراف السياسية المتنازعة بين النسيج الكركوكي. هذا طرح إقليم كركوك أنا معه، وهناك الكثير من الأخوة الكرد في كركوك، حتى المحافظ السابق المرحوم الدكتور نجم الدين طرح مسألة إقليم كركوك، وأطراف ناشئة تطرح مسألة إقليم كركوك، وأنا معاه. لكن أنا صلب طروحتي في الدكتورة هي هناك مبدأ الاندماج ومبدأ الانشطار في الإدارة، يعني في الإدارات اللامركزية. نعم. وفي طرحي، أو خلي نقول آسف، في رسالتي راحت بانه احنا ليش ما ناخذ بمبدا يعني الانشطار، نبدا بالاستفتاء على مستوى النواحي والاقطيه، ونسال الناس هل تردون البقاء ضمن اقليم كركوك، او تردون تنضمون الى اقليم كردستان، او تردون تنضمون الى بغداد. طيب. يعني حل اخر موجود، هناك حلول عديدة.